وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، فيما لو صلى المصلي العشاء في وقت المغرب جمعا لسبب لعذر فقدم صلاة العشاء إلى المغرب، هل يصلي وتر ولا ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء؟ يصلي. نعم، كيف يصلي؟ احنا قلنا وقتها بعد العشاء. قال إذا جاز أن يقدم العشاء عن وقتها، عنده عذر الآن يريد أن يجمع، فإذا قدم العشاء عن وقتها فمن باب أولى أن يقدم الوتر، واضح؟ لأن الوتر هو بعد العشاء، والآن صلى العشاء قدم العشاء فله أن يقدم الوتر، واضح؟ هذه ترد كثيرا، واحد لمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، هل له أن يصلي الوتر ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي الوتر؟ الجواب له أن يصلي الوتر، لأنه قدم العشاء فيقدم أيضا الوتر فيصلي الوتر بعد العشاء التي جمعها مع المغرب.